ديتها انا في الصفحه في الكونتي تاع فيسبوك، اه طلعت كاش واحد عيط وقالوا شوفها، هذاك تشوكيت بعدي طيح لي بالشيبانيه تاعي بالوالده، حنا قالنا انتم بانوا هلال، زعما حنا مش حنا العرب اللقاطة كما هو يقول ربي يهديه. ومن بعد يبعثها الاخ سمير قال لي انتم بانوا هلال، بانوا هلال، بانوا هلال زعما يقولوا قبيله اسمها بانوا هلال، بانوا هلال زعما حنا خدمنا مش خدمنا جدد ولا شيء، حنا اوني با دي زاجير، انه كانوا افسدوا سوا ديزون افسدوا، زعما حنايا من المفسدين. وعلى فكرة بني هلال أنجبت رجل يسمى محمد بن ضياف، رجل من قادة الثورة الجزائرية. من قاد الثورة؟ من قادة الأوائل الستة الأوائل اللي أفجروا الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. محمد بن ضياف من أولاد ماضي من بني هلال في منطقة المسيلة ومنطقة بوسعد. هو كان مطرود من قناة الشروق قبل عندي وقت الأيام، باسكو خدموا صافي عام ما خدموش يخلصوا، هو وحمو العراق من الميديا وشعيب ما كانوش يخلصوا، وهو راح ترجع المدير على حسب مصادري من القناة، عندي مصادري عندي أصدقائي خدموا في القناة معاه، شروق نيوز وشروق باردون، قالوا لي ما راهش يخلص، وقالوا لي قبل ما تبدا الموسم هذا راح عند المدير تاع الشروق، وقالوا نرجعوا من النهار، المدير قالوا لنا ما عنديش باش نخلصكم، خلاص راح نخدموا خلصنا بشويه بشويه شويه، قالوا ما كانش مشكل راه عند حمو اللي راه في نوميديا حمو، قال له نعطيك هذا خبر زعما رسمي وحصري، قال له انا تعطيني مال الدنيا ما نصبر الشروق حتى يعطيني دراهمي كاع، يعطيني ليدر تاوعي، قالوا لا، هي شغل معزوزي راتو، هو معزوزي ولا مونت ما يقدش بلا 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 ينضر، ويدير داك التهريج تاعه وداك التمهبي تاعه، التهريج وبدا يصعبط منه هو كلشي خادمه، ذاك النهار اللي لازم لعبت مع وليدات البيضاوي، عيطوا له حداد خلص له الفواياج والسيجور في كازابلانكا، العرضة تموت عليهم، تلقى مع الفتشي في التريبي اوفيسيال، وقت راهو في التريبي اوفيسيال، يتبع مصلحة البريستيج والقناة تاع المبادئ. اي عشان انا نعطيك دليل، انا كتبتها له في الفيسبوك من دخل قاعد يطيح لي، رديت عليه قلت له نعطيك انت حداد خلص عليك الفواياج تاعك من لعبة في رابطة ابطال افريقيا نصف النهائي بين الاتحاد العاصمة وبوداك في كازابلانكا، خلص لك السيجور تاعك به الطيارة. حط راسه ما ردش عليه، مش غادي نمشي حط راسه ما جاوبنيش في الفيسبوك. قال لي شنو؟ قلت له عندي شحال من حصريه تاعك. المهم قاعد يطيح لي بالشيبانيه، والناس اصدقائي تاع الفيسبوك ولوا يديفوندو عليا، هما ثاني طيح لهم بوالديهم، ولاو بناتكم تاع كاباريات، خواتاتكم تاع كاباريات، انتوما، قال لي من نلقاكم هذاك البوندو قطع ونكلاه لك. شوف الناس اللي كانوا معايا وانا تشوكيت، هذا يقولوا سوا ديزون انا نسميه شبه صحابي، ما با خردي انا نسمع خروط ماشي حاشاك ماشي صحابي، ويجوش في قناه محترمه من الشروق، هذه الخطره ما بغاش يرجع للشروق، ومن داروا حصه جديده اللي دارها مع صحفي متالق محسن اليماني اللي نحيوه صحفي الشروق ناس ملاح، شفتوا هذه الخطره ثاني جابوا معاه في البلاط راهم يجيبوا هذا اللي داروا لي مومو، عيط لي واحد الصحفي داخل من الشروق قال لي يادرا هو اللي تفرج لي ما الحصة تاعنا تاع الشروق، قلت له والله ماني تفرجها اصلا، والله ما تفرجتها باش كامل نوتهم، لا لا كان تفرج مع زوزي اش ماما تشوفوا الفيسبوك تاعه واش طيح للناس، كان كلشي قلت له ما مسجلين مازال كارتي طيح طيح تطيح مش عاقل ايه زيرو تربية. اتصل بالجديد في الخبر بعد حديث غامبيا، اخ رفيق واحد نحيوه ولو رئيس التحرير رضا عباس قسم رياضي، داروا ريبورتا داروا ارتيك كبير عليا على الحادثه تاع غامبيا، يوم قالوا علاش تكتبوا عليه؟ بابا قالوا علاش تكتبوا عليه؟ نخلعوا فيه تاع الخبر، قالوا انت الباترون تاعنا المدير تاعنا، هذه حادثه صرات، قال لك راكم تقيموا وتكتبوا عليه، مي قالوا هذه حادثه صرات نكتبوها. ابي هذه المهم وهرا وهرا يا سينا ماتك حزينة، مال ولادك في غبينة، مال أهل وقت الشين هي مدارت علينا، صبرنا عينا وملينا، هضروا فيك وفينا دوقوا من الحاسدين، قولوا لي اللي حاضرين، قولوا لي اللي غايبين، قولوا لي اللي شايين ريحة سهر نوين، قولوا لي اللي ساكنين، قولوا لي اللي جهل والدين ولاد بلادي وين هضروا فيك دوك الغاشي يا
سوا شي شادين في الحبل الراشي هادوك الغيرين الحالة ما تعجبش درس ما تبدل كل شي فكرك وما تنساش حل هادوك الودنين وين هما أهل الفنون نصهم راح لو سكنوا القبور واللي بقى عايش مغبون مخلوع في هاد الجيل صابر والشعر الملحون لاوي بالكلام الموزون وهبي فن الفنون وحسني حبيب الملايين وين هو تاريخ جدود وين هم رجال اللي ماتوا علولا في القلب وجود وصيرة محلى يا ماتوا وين فرقت بلا حدود وين الأجيال اللي فاتوا حلوان ورضة من الورود شامي ننسى وضحكاتوا كي عيني بالحنانة مال مدينتي غلبانه